شي حاجه عجبتك في هذا الفيلم شويه؟ الذي اثار انتباهي في هذا الفيلم هو ان التشبت بتشبت النساء بالقيم ديالهم في وسط ذاك المجتمع اللي كانوا كيعيشوا فيه رغم انهم غادروا من مكان الى مكان. صح واحد. والدور ديال هاد النساء رغم انهم كانوا بروفيسيونيل يعني عندهم مهام ويمكن يعني محترمه في المجتمع. هذه المساله اللي شرط لها ربما هي الفتاه الوحيده اللي تاتها يقول ان هذوك النساء اللواتي هاجرن الى بلدان الغربه كلهم ارتقينا وارتقوا حتى مناصبهم الاجتماعيه فيهم اساتذه دكاتره رؤساء الى اخره بما اننا تغلبوا على العائق الاجتماعي اللي كان عندهم في وطنهم مشاو ارتقوا يعني مناصب ثانيه في مجتمعات اخرى تختلف توتالمون على العقائد وعلى نظام التفكير والى اخره. هو هي الدوله اللي كتمشي لها كتخليها منزل كما خلات المنزل ديالها الاول كتبدا الدوله اللي مشات لها كتخليها منزل وكتحل ليها كتعتبرها انها منزل ثاني كتعتبرها انها منزل ثاني وكتعطيها داك الحلاوه اللي كانت عايشه بها في المنزل الاول اللي هو الدوله اللي غادي تجيبها كالوريا. الوغ جو بونس كو هوم سويت هوم تخادوي لو في كو كيليا دو ميزون لون اي دوريجين اي لوتر اي داكوي puisque toutes ces mamans presque sont des immigrantes. Merci. والعنوان اللي كتشوفيه انت مطابق للترجمه ديالهم سميتو الاسم مهرة أسهلية قسم ثاني علوم رياضية خيار فرنسية. ما فهمته من هذا العنوان هو أن المرأة تشكل حلاوة البيت والمنزل وأن اللذة التي تكون في المنزل فالمرأة هي التي تحملها. فاطمة سهرة الحرفي تلميذة في ثانية باك علوم رياضية خيار فرنسية. بالنسبة للتمثل ديالي للعنوان أظن أنه بالرغم من أنه جميع النساء اللي شفناهم في هذا الشريط غادروا البلد الأم ديالهم إلا أنهم مازالين متعلقين ب بالمالور اللي بالقيم المجتمعات ديال البلد الأم ديالهم وهذا شفتو جدا وارد في الشريط. هذا التمثل جديد السكر. كنشوف ان الفيلم اكثر حاجه دل عليها هو ان حب الانسان الوطن ديالو على الرغم من البعد والمسافات والغربه فحب الوطن هو فطره ممكنش غادي تمشي شي وطن واحد اخر من غير الوطن ديالك وتلقى فيه راحه اكثر من الوطن ديالك ثم كان هذا الوطن. شكرا. واش باقي عاقل على الاسماء ديال بعض اللي تم استجوابهم في الفيلم الاسماء ديالهم بعض الجنين كان كيوضح الاسماء والمهام ديالهم كنظن هم سويتهم الترجمة ديالهم هو ديال كتسمعو مزيان؟ لا ما عندي فرصة. هم سويتهم كنظن بأن الترجمة ديال مرأة
كانت في واحد الوطن ومشات لوطن واحد اخر، ولكن كانت مازال مرتبطه بالثقافات والعقائد ديالها في الوطن السابق، الوطن الام ديالها، واللي مثلا ما يعني متجترين فيها، وكتحاول انها يعني ندمج مع وطن اخر اللي غادي اللي كنظن غادي تقدر تلقى بانه يعني بيت اخر سعيد لها بحال البيت ديالها الاول. صح صافي Yeah, first of all, when I heard the title, I went to YouTube and searched for it, and I found a lot of movies that have the same title, and I think Home Sweet Home doesn't have a certain meaning. It depends about the movie. So when I saw this movie, I think the first home means the woman, and the second home means the country that the woman lives. Yeah. So like the first home, the woman when she goes to another country makes it a home for her. Makes it sweet, makes it like the woman is a home, makes the country a home for her, and makes it more sweet, more. سويت هوم يعني كل بيت خص تكون فيه واحد المراه، ولا المراه هي اللي كتعطي واحد لوغو في كل بيت. برافو. ما تنساوش واحد الحاجه، وما تنساوش واحد الحاجه اخرى لا فرون سي لو مواتيو دو لا سوسيتي، يعني راه كتشكل واحد كبير. كتبقى مشبته بلي فالور ديالها، لا ولكن الثقافه ديالها وكلشي، ولا ما كانتش المراه يعني راه ما غاديش تكون حتى شي حاجه، نفس الشيء بالنسبه للذكر. الاسم ديالي عدوان الحديدي، حيت هو الحديدي خصني انت الحديدي. القسم الثاني بكالوريا علوم رياضيه، والتمثل ديالي هو قريب للزميه ديال هاتفي، زعما كونسويتهم كاع النساء اللي شفناهم يعني ماشي النساء ولكن كاع الناس فاش كيغادروا البلد ديالهم اولا المنزل ديالهم كتبقى عندهم داك الشوق وداك الحب للمنزل انهم يرجعوا ليه. واش زعما كيف كان باين ان كاع النساء اللي كاينين تماك مازال محافظين على الثقافه ديالهم وديال البلد ديالهم الام. صح. عاودي شجر. تكمل الاسم ديالك والشعبه ديالك والعنوان اللي كتشوفيه انت مطابق للترجمه ديالهم سويتهم. الاسم نورة أسهلي، قسم ثاني علوم رياضية خيار فرنسية. ما فهمته من هذا العنوان هو أن المرأة تشكل حلاوة البيت والمنزل، وأن اللذة التي تكون في المنزل فالمرأة هي التي تحملها.